وتسلم رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني اليوم بالقصر الرئاسي رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي. سلم الرسالة الوزير المستشار بالرئاسة مكلف بالشؤون الدبلوماسية السيد محمد سالم للسارق خلال استقبال خاصه برئيس الجمهورية، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد إسماعيل وللشيخ أحمد، والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد هارون تراوري، والمدير الوطني للأمن والتوثيق الصحراوي السيد حم مالو. وبعد اللقاء أدرى الوزير الصحراوي بتصريح أوضح فيه أن اللقاء كان مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين. سلمنا لفخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني رسالة خطية من أخيه وصديقه الرئيس إبراهيم غالي. الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تربطهما علاقات تاريخية. هذا اللقاء كان مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية الطيبة والتاريخية التي تتطور لصالح الشعبين الشقيقين الصحراوي والموريتاني. أخبرنا وأطلعنا فخامة الرئيس بآخر تطورات القضية الصحراوية. الجمهورية الصحراوية تتطلع إلى السلام وتعمل من أجل السلام، وتعتقد الجمهورية الصحراوية أن لموريتانيا دور إيجابي تلعبه، لأن موريتانيا لها دور أساسي وهام من أجل الاستقرار انطلاقاً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولكن كذلك لميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.